التهاب البروستاتا يا دكتور دي ممكن تؤدي لمشكلة الضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب؟ ده مفهوم للأسف اللي بيزعلني من الأطباء اللي بيقولوا المرضى. البروستاتا دايما مجني عليها في موضوع الضعف الجنسي، يعني المريض اللي عنده ضعف جنسي جزء من المشاكل اللي بتحصل له نتيجة لهذا الضعف ان بيحصل اختزال لسائل في البروستاتا، فالمريض بيجي له احتقان في البروستاتا في الاول، ولو اهمله بيقلب التهاب في البروستاتا. يقوم يروح للطبيب يقول له والله انت عندك ضعف جنسي بسبب التهاب في البروستاتا او احتقان في البروستاتا. لا العكس، فانا لما بيجي لي مريض عنده احتقان او التهاب في البروستاتا لازم اول سؤال اساله له علاقتك بزوجتك ايه؟ هل فيها مشكله ولا لا؟ لو كان فيها مشكله يبقى علاج هذه المشكله هو علاج احتقان او التهاب البروستاتا في الاول، مع طبعا العلاج العرضي. احنا بنسمي علاج العرضي يعني ايه؟ يعني هو عنده اعراض التهاب، اديله علاج اعراض التهاب لابد من علاج السبب معاه، وهو موضوع مشكله الانتصاب لو كانت موجوده عنده.